بيدي عقرة غات الأمور المستحيلة معضلي الليل أمور المعضلة تثبت البرك على راس الطويلة الحصان اللي عليه الأمنية في صلى الشريف. إذن متابعينا مشاهدينا في كل مكان أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في هذا اليوم في يوم جديد وفي عطاء يتجدد وفي منافسات جديدة مع سن الإجذاع سن الإبداع والإمتاع حيث تتواصل المنافسة وتتواصل الإثارة والمتعة مع هذه الشعارات التي تحضر في كأس وزارة الرياضة الذي يقام هنا على أرضية ميدان السيح حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الأول والرئيسي للقعدان الإجداع ضمن الأشواط العامة في هذا الشوط التي تنطلق فيه الشعارات العديدة بطموحاتها من أجل خطف الانتصار وأسير بداية مع أول المراكز مع من يحتل مركز الزعامة مع من يبحث عن هذا النوماس الغالي الزعيم يتقدم مع المركز الأول يتقدم مع صدارة الشوط ولا هوم بن طالب بن محمد بن شريم المري من يقدم لنا الزعيم مع المركز الأول الذي يبدأ معركة هذا الشوط مع انطلاقة مميزة بينما النقلة إلى المركز الثاني لأتابع انطلاقة مفرد مع المركز الثاني مفرد من يتقدم مع ثاني المراكز وحمد بن صالح بن فيدة الفيدة المري من يقدم لنا شعاره مع مفرد مع المركز الثاني والمركز الثالث شاهين من يحتل المركز الثالث ليتقدم عبد الله بن راشد بن جابر الفيدة المري من يقدم لنا شاهين المركز الرابع انتقل لأتابع هنالك ناصي او النايف نعم النايف من يحتل المركز الثاني او المركز الرابع نعم بالرقم اثنين سعيد بن علي بن سعيد الفريص المري من يتقدم مع النايف من يبحث عن المكان النايف من يبحث عن القمة ولكن المركز الخامس وصل أدهم الذي بدأ يداهم المراكز المتقدمة وينضم لدائرة النداء ويصل مع شعارك يا فهد يا بن جابر يا بن فهد يا الغيثاني المري من يقدم لنا أدهم أيضا هنالك شعارك يا الموسى من يأتي في هذه اللحظات مع رعد ولكن أرى الشعارات بدأت تقترب أرى الشعارات بدأت تتحرك نحو القمة نحو القمة تسير ودائما أهدافها إلى القمة ودائما تحضر بإنجازاتها في هذه المنافسات القوية التي نشهدها وإياكم عبر الهواء مباشرة من هنا من أرضية ميدان السيح من محافظة الأحساء من شرق المملكة العربية السعودية حيث نبث لكم هذه الإثارة والقوة التي تشهد متابعة ومشاركة خليجية وعربية وعالمية يا سلام يا سلام ولكن أعود إلى الزعيم الزعيم الذي ما زال مسيطرا مع المركز الأول الذي ما زال مع صدارة الشوط الذي ما زال مع الانطلاقة الأولى يسير نحو الانتصار يسير نحو الفوز يسير حتى هذه اللحظات ولكن كل متر من أمتار هذا الميدان فيها الكثير والكثير من التفاصيل والمفاجآت خاصة ونحن نقترب من أمتار الحسم انتصفنا المسافة
مسافة 6 كيلومترات، وبقي النصف الأخير والشق الأخير من مجريات هذا الشوط، لنرى وإياكم ما فيه من قوة وإثارة ومفاجآت سوف نشهدها مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء التي في رصيدها العديد من الإنجازات. الزعيم مع المركز الأول لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري من يقدم لنا لاهوم مع الزعيم مع المركز الأول. المركز الثاني مفرد ما زال مع المركز الثاني، وحمد بن صالح بن فيدة لفيدة المري من يقدم لنا مفرد مع المركز الثاني. وثالثا أدهم، وصل أدهم وإني أرى أدهم يقترب رويدا رويدا من القمة. معاك يا فهد يا بن جابر يا بن فهد الغيثاني المري، أيضا وصل الذهبي وأول نداء للذهبي محمد بن منصور بن بدحان الحمراني الهاجري، وصل مع الذهبي في الأمتار الذهبية من هذا الشوط، في الأمتار الحاسمة من عمر هذا الشوط. أيضا وصل وانضم ظبيان وسالم بن جابر بن راشد المري من يقدم لنا ظبيان الذي يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء. بدأت الشعارات بهجومها وبدأت بتحركاتها، حيث الأسماء التي تبحث عن مكان الزعامة بدأت تقترب، بدأت تقلص المسافات، بدأت تقلص المسافات والثواني من الزعيم الذي هو الآن متربعا على قمة هذا الشوط منذ الإعلان الأول وحتى هذه الأثناء. ولكن العبرة بالخواتيم يا بن شريم، العبرة بالخواتيم، لمن سيكون الإعلان الأخير، لمن سيكون الإعلان الأخير في هذا الشوط. الزعيم مع المركز الأول، وبدأ يقترب ظبيان، بدأ يقترب ظبيان يا سالم يا بن جابر يا بن راشد يا المري مع المركز الثاني، بدأ يقترب من الزعيم، بدأ يقترب من القمة. أيضا بن منصور الذي أيضا هو يستهدف الانتصار، محمد بن منصور الهاجري من يقدم لنا الذهبي، أيضا بدأ يقترب أدهم لفهد بن جابر من يقدم لنا أدهم الغيثاني. أيضا وصل في هذه الأثناء جلمود وعاضة بن شبيب بن عوضة البقومي من يقدم لنا جلمود، وصل مع جلمود وتحركت الأسماء والشعارات، ولكن الزعيم ما زال مع المركز الأول. تغيرت الأسماء والمراكز إلا الزعيم حتى هذه اللحظات صامد مع المركز الأول، ما زال صامدا. ولكن بدأت مجريات الشوط تتغير مع جلمود ومع أدهم ومع انطلاقة وحضور ظبيان. أيضا هنالك الهجوم من الباسل سعد بن علي بن راشد الفيدة المري، وصل وصل مع الباسل. الله 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 الله, الله يا ظبيان، ظبيان مع المركز الأول وبدأ يقترب. هنالك لهب، لهب يا محمد يا بن مبارك يا بن محمد يا المري، ولكن انطلق ظبيان مع المركز الأول وبدأ يقترب الباسل، وبدأ يستبسل الباسل، بدأ في رحلة الدفاع عن المركز الأول من خلال الهجوم المبكر، من خلال الهجوم. أيضا بدأ أدهم، أدهم بالوصول، أدهم أدهم وظبيان والأمتار الأخير، أدهم من الجانب الأيمن، ظبيان يحاول أن يبقى في الصدارة جاهدا، أدهم وظبيان، ولكن ظبيان بالفعل. سلامي عليك يا سالم يا بن جابر يا بن راشد يا المري. أدهم مع المركز الثاني، فهد بن جابر بن فهد الغيثاني المري المركز الثالث، وصل فيه الباسل، وسعد بن علي بن راشد المري المركز الرابع.
إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الرابع النايف وسعيد بن علي بن سعيد البريص المري، المركز الخامس. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، بقية النتائج نشاهدها وإياكم في لقطات الإعادة في على الشاشة وعبر البث المباشر والحي عبر قنواتنا الناقلة لهذا الحدث. إذن هنا بالفعل ظبيان سالم بجابر بن راشد المري ب 9 دقائق 24 ثانية و69 جزءا من الثانية. المركز الثاني أدهم 9 دقائق 24 ثانية و84 جزءا من الثانية. المركز الثالث الباسل وسعد بن علي بن راشد المري حضر مع المركز الثالث 9 دقائق 25 ثانية 74 جزءا من الثانية. المركز الرابع حضر في لهب ومحمد بن مبارك بن محمد الفهيدة المري. المركز الخامس النايف وسعيد بن علي بن سعيد المري. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كان ظبيان وهكذا كانت لحظات الصمود حتى الأمتار الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لسالم بجابر بن راشد المري على هذا الفوز والانتصار.